والمشكله في بسمه فعلا البسمه بسمه كانت في البرنامج ده هجوميه جدا مستفزه جدا، وكانت لما بتسال ما بتدينيش فرصه اجاوب. ما هو يا جماعه الحياه الخاصه للمشاهير خاصه الفنانين والفنانات ولاعبي الكره والشخصيات العامه ليست ملكا لهم، يعني هي ملكا للجمهور كله مين او للمشاهد. يعني حياته الشخصيه لا يعني هو الناس بتهتم بكل صغيره وكبيره في الحياه الشخصيه. اذا الحياه الشخصيه دي يعني ليس عيبا انه بسمه اتكلمت في الحياه الشخصيه او هي عامه البرنامج، انت اللي اتكلمتي عن حياتك الشخصيه رجعت عيطت. لكن هو حضرتك يعني انا بما اني طبعا بنوب انا بشوف طبعا التعليقات طبعا الموجوده معظم التعليقات سخيفه ووقحه ومنحطه، لكن انا بنوب طبعا عن المتابعين وعن المشاهدين. والسؤال اللي عايز اساله لحضرتك، ليه حضرتك لما الاستاذه بسمه سالتك انت اتطلقتي 11 مره انت التزمتي الصمت؟ ما التزمتش يا فندم، انا اتكلمت هي جزئيه حتى اللي هي يعني يا ربي هو انا هتشنق علشان كنت فقد تركيزي شويه؟ انا ما كنتش مركزه، انا فعلا كنت متضايقه ومستفزه ولسه هقول. قالت لي ما تحكيليش قصص. طب يا حبيبتي هفهمك. لا انا خلاص انا عايزه افهم انت ازاي اتطلقتي 11 مره وجبتي محلل ولا جبت لها وانا ما جبتش محلل. ويا حبيبتي عادي في اي حد ممكن يتطلق 3 مرات ويتطلق ويتجوز حد تاني ويرجع، يعني لسه بشرح لها. قالت لي لا ما تقوليليش قصص. فلقيت الموضوع بيتحجر عليا، فهي بتقول لي انا فكره انا عندي ماتيريال الحلقه وانت ما منتجنالكيش حاجه بنيه لا تقربوا الصلاه. انا ما قلتش ولا احنا ركبنا لك صوت على كلام مش كلامك. لا حبيبتي انا مش عبيطه، وانت عارفه لو انت اعلاميه يمكن انت ما قعدتيش على الشاشه قد ما انا قعدت. انا بقالي دلوقتي 22 سنه و 21 سنه مذيعه، بطلع تقريبا يوميا. يعني انت بتختفي فترات وبترجعي. طبعا انت اعلاميه كبيره ولكي كل احترام تقدير، بس انت ما قعدتيش على الشاشه قدي. انا قعدت على الشاشه اكتر يمكن انا عشان بقدم برنامج ديني لا ليس له يعني باع في الفضايح ولا يعمل ترندات. برنامجي ديني وسمت ديني، وبقالي 21 سنه في قنوات كبيره ومذيعه من مذيعات البرامج الدينيه اللي معروف ان مين معيار الببلاوي. انا مش قليله، بس الفكره ان حضرتك انا فعلا يا فندم انا كنت ساعتها مش مركزه. انا لما هي سالتني عارف اللي هو انا الفكره بقى اللي حصلت ايه؟ مره استنى هقول لك اللي خلاني اسكت علشان انا ما بحبش احرج نفسي وما بطلعش كذابه، وبالذات ان انا حاسه ان هم لامين دي كومنتس ما اقدرش اقول على حاجه لا وهي اه. ايه اللي خلاني اسكت لما قالت لي 11 مره؟ انا مره كان عندي صحفي فبيقول لي على عبد الله الكاتب، فبقول له عبد الله الكاتب ده احنا اتطلقنا فوق ال10 مرات. بيقول لي يعني ليه عبد الله الكاتب وليه المشاكل؟ كنا سنين. فقلت له يا ابني ده مطلقني فوق ال10 مرات، يعني على طول بيرمي ايمان الطلاق مجازا. يعني انا لو قلت طلقني 100 مره ابقى اتطلقت 100 مره كانت الكلمه مجازا بقولها للصحفي. يعني قال لي ايه؟ بقول له فوق ال10 مرات. قال لي يعني 11 مره. قلت له اه لانه على انا مسميه مسدس سريع الطلقات، كل شويه انت طالق انت طالق، ودي مشكلتي كانت معاه. يعني يا ابني بطل تقول طلقات، الطلقات دي ممكن تقع. فعشان كده فهي اما بتسالني فقلت لها اه، لان انا اوريدي قلت ايوه مطلقني اكتر من 10 مرات دي مجازا يا ناس، مجازا كلمه مجازا. يعني انا ما اقول لحضرتك والله ده انا ده انت يعني نورت البيت، يبقى حضرتك جاي لمبه عندي ولا ايه؟ لا